structure effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. الفن الراقي قد عاد فخر للبنان وللنسل الفني فيه. تكريم النجمة ليال عبود وتسلمها يا عبد. أهلا بكل الجميلين، أهلا ملك الجمال، أهلا بكل الموجودين. شكر كتير كبير لأحلى ممثلين عربة المسرح والسينما والصحافة والإعلام والتلفزيون. ويسرنا أن نعلن قرار منظمة IADP وفوز الشابة المغربية عبلة فاردي على أنها حاملة لقب مس بيوتي أراب مغربي للعام 2017-2018. كما يسرنا أن تكون بيننا وأن نعلن لكم فوز الشابة السورية منى مسلم على انها حاملة لقب السوريين الحرام للعام 2017-2018. كما نعلن فوز الشاب المغربي حمزه البريزي مستر فيتنس بيرسونال ترينر التي تقام لاول مره في العالم وتمتلك حقوقها مكاتب دوليه التي اختارت وتعاقدت معه لانشاء جيل رياضي ثقافي راقد ضمن حلقة إعلامية مبتكرة. نترك لحمزة أن يعلمكم عن بعض من مهامها. منى مسلم مواليد مدينة دمشق سورية الجنسية مقيمة في بيروت منذ ولادتي. لم أشعر يوما أنني لست من هذا البلد الضيافة للأمم العربية، وليس جديدا على مدار الشرق لبنان أن تجمعنا اليوم تحت عنوان الجمال المسالم. ففي بيروت تخصصت بعلوم إدارة الأعمال والتسويق. كانت لقب عبلة الطالبي ابنة المغرب العربي ومدينة كازابلانكا الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية المدلة على شاطئ المحيط الأطلسي، وأن يكون المغرب في قلبها وعقلها وروحها. ففي المغرب تخصصت بدراسة تصميم الأزياء وتنفيذها حتى أصبح لي خطة مربية في الزي التقليدي والخيط المربية. حمزة بريزي مغربي الأصل based in London، بشتغل بالتلفزيون العربي كأوبريتر وهلأ كمان مشواري كتي في بريزنتر. كاين هنا مش النور مش سعادة عالسكر الزيادة مش النور مش سعادة عالسكر الزيادة واللي يشربها I'm